قالوا لي ان كان جاي عريس لبنوتك والموضوع وقف. وكانت عامله لي مفاجأة. عايزة حد يقولي ان احنا ماشي، بعد الفيديو ده كل حاجة وقفت فعلا ولا قلت لها ليه؟ اتكلمتي معاها؟ البنت اللي قريبة من أمها قوي. مش الجيل دانيال، معقول؟ الجيل ده بينقسم شقين، شق اناني قوي وشق حنين قوي. فالشق الاناني احنا اللي عملناه بايدينا. ليه؟ لما تقومي من فرشتك وتقومي وتغطي بتحسي قد ايه انت مبسوطه. حتى لما كبر اقوم إيه، لما كنت اجي من شغلي معروف ان احنا بنعمل فرخه، احنا 4 افراد، 4 كل واحد لينا ورك يعني، اجي اكل بالليل اقول ايه يمكن ابني بقى يجي بالليل بقى متاخر يبقى هو اتغدى، بس يمكن لا خليها له، ما ترضيش تاكليها ولا اي حد ياكلها، تسيبيها لابنك. او ممكن لبنتي. لا اله يدخل، طالما شبعانه خلاص، وانا اكلتي ضعيفه جدا، الناس بتقول المفجوعه ورب الكعبه اكلتي قد كده. ما بشتهي حاجه يا جماعه، ما فيش مكان فيك يا مصر ما رحتوش، ما فيش مكان فيك يا اسكندريه ما رحتوش. انا كنت بعمل ايفنتات في انتر كونتيننتال، في براميزة الدقي. هو انت بتشتغلي من كام سنة يا رندا؟ من كتير من كتير. وبعدين عايزة اقول لك حاجة، انا ما كنتش كده يعني رندا ستايل، لا انا بحب قصتي قوي. في الاول بحب اللبس، جبت شوية لبس حطيتهم في عربيتي، صحابي اسكتوا مش انا عملت كذا امبارح بجد؟ طب ايه نتفرج، كرامتي بقى برستيج، انا يعني مراخيلي معوجة شوية، ايه في شنطة العربية اشوف، رنا هناخد ده وده وده، اوكي. شوية بشوية 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 سمعت ان في معارض بتتعمل وممكن تنزلي بستاند وتاخدي بارتيشن. بارتيشن كده على قدك ممكن ايوه تشيري بيبقى فيه، وي وي جميل، بيبقى جميل جدا. والله العظيم كان يجي يقول لي ايه رندا هتقعدي فين؟ اقول لهم في اخر القاعة. ليه؟ اقول لهم علمت ان رزقي لم ياخذه احد فاطمئن قلبي. ليه؟ اصلك انا عندي ثقة جامدة جدا في ان انا سيلز شاطرة. ليه؟ عشان تعرفي تلمي فلوسك من الناس، ما انا لو وقفت في الاول الناس هتشتري مني وتاخد بعضها تطلع، لكن خلي الرزق يجي لي في الاخر يبقى ده رزق ربنا. نعم بالله. فعملت اسم حلو قوي، نهال مبسوطة قوي، فخورة جدا بيه بتعب. قوي قوي، فخورة جدا بيه يعني، فخورة جدا بيه. ورحت اسيوط ورحت لفيت سوهاج المأقاليم ولفيت الاقاليم، والمحافظات. وكنا بناخد ميكروباص سقف عالي ونحط بضاعتنا فيه، وابني كان بيبقى قاعد جنبي واريح على كتفه، ويجي المغرب جدا في رمضان نقعد ورا الاستاند، بنجيب من اشك المطاعم ونقعد ناكل في الاستاند، يعني الناس كانت بتبقى قاعده بتاكل في بيوتها وانا باكل، بس ببقى شغلك مروحه مبسوطه مش من المبلغ، من حب الناس، من ان انا حققت نجاح.